مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وما لهش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر النعمة والسلام للجميع. برحب بكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم من خلال شبكة قنوات الكارما وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. حلقة اليوم بنعمة الرب خالد الغزاوي يكشف عن تطرف وجرائم حماس في غزة. حلقة خاصة جدا ومهمة جدا ويعني قصدت من خلالها بعد التواصل الأخ خالد معايا وطلبوا أنه يعني يتكلم عن اللي بيحصل على الأرض قصدت أنه يكون شاب من غزة ينتمي إلى غزة وهو أيضا شاب مسلم بيتكلم بشكل واضح جدا عن إيه اللي بيحصل على الأرض من خلال معاشرته للأحداث من خلال يعني معاشرة أهله أيضا للأحداث من خلال رؤيته الخاصة بعيد عن قنوات الإخبارية وبعيد عن تزييف الحقائق وبعيد عن الشعارات وبعيد عن العنتريات وبعيد عن النعرات وبعيد عن كل ده لما يكلم شاب من داخل المعاناة داخل الأحداث ويكون شاهد ويكون بيكلم وهو بيحب بلده وهو بيدافع عن قضيته وهو كل حلمه أن يكون في دولة اسمها فلسطين وبيتمنى حل الحل اللي موجود او بيطرح في الاعلام بين الحين والاخر حل دولتين دوله لاسرائيل ودوله لفلسطين يتمنى ان بلده يعيش في استقرار ويتمنى ان بلده يعيش في سلام ويتمنى ان بلده يعيش ويكون فيها حريه وديمقراطيه وينعم بالازدهار والاستقرار. يسعدني يشرفني اكون برحب بالمهندس خالد شومان موجود معانا لاول مره على شبكه قنوات الكارما وفي برنامج انا مش كافر. برحب بك مهندس خالد. تحية لك عزيزي أندرو وتحية لكل السادة المشاهدين، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ بسم الله وباسم من أراد السلام في هذا العالم، باسم المسيح وباسم جميع الأنبياء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ خالد، سعيد أن أنت موجود معنا وتحكي لنا عن إيه اللي بيحصل على الأرض، لكن في البداية هستأذنك نصلي نطلب وجه الرب. هفضل أقول دايما باستمرار أن كل الدم عند الرب حرام، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، ليس مقاصد الله أبدا ولا مشيئته أن يسفك دم الإنسان أو يقتل الإنسان تحت أي مسمى أو تحت أي نزع أخيه الإنسان، لكن مقاصد الله ومشوراته منذ الأزل أن يعيش الإنسان في سلام مع أخيه الإنسان في محبة في سلام في تعاون في تكامل في يعني ود باستمرار. الحروب والنزاعات هي في الأساس دوافع شخصية نفسية ممكن تاخد غطاء أيديولوجي ديني، لكن في الأساس هي دوافع نفسية شيطانية. خلونا نصلي نطلب وجه الرب. يا رب أنا برفع قلبي وبصلي طالبين وجهك، مكتوب عنك إنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. أعلنت محبتك للإنسان يا رب أيا كان الإنسان، ليس عندك محاباة، ليس عندك مسميات أو يا رب تحيز إلى نوع ما، لكن يا رب مكتوب هكذا أحب الله العالم، محبتك لكل إنسان مهما كان اسمه وشكله وانتمائه وصفته، محبتك لكل إنسان. صنعت الخلاص يا رب مجانا وقدمته لكل إنسان، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ونعلم يا رب علم اليقين أنك أظهرت ودللت وبرهنت عن محبتك إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا.
مقاصدك يا رب هو السلام، أفكارك من نحو الإنسان والبشرية السلام، تريد يا رب أن الجميع يعيشوا في محبة وسلام، سالموا جميع الناس، هذه مقاصدك ومشوراتك الطيبة. عشان كده بنصلي لأجل السلام يا رب، نصلي لأجل وقف للحرب، نصلي لأجل وقف لسفك الدماء تحت مسميات ورايات الدين، أو تحت مسميات ورايات يا رب الجهاد، أو تحت مسميات ورايات يا رب أنك أنت عايز كده. حاشا أن تكون أنت الإله الصالح، الإله المحب، الإله العظيم، يكون مقاصدك أن الإنسان يقتل أخوه الإنسان مهما كانت الأسباب يا رب. بصلي لأجل سلام للشعب الفلسطيني، بصلي لأجل سلام للشعب الإسرائيلي، بصلي لأجل سلام فيما بينهم يا رب. اصنع سلام يا رب، سلام حقيقي، في تقدير لكل طرف للتاني، في احترام لكل طرف للتاني، في قبول لكل طرف للتاني يا رب. بصلي لأجل تعزية لكل من فقد يا رب أشخاص أعزاء على قلوبهم يا رب، اللي فقدوا أطفال، اللي فقدوا آبائهم، اللي فقدوا إخوانهم، اللي فقدوا إخواتهم يا رب، اللي فقدوا بيوتهم، اللي فقدوا كل ما يملكون يا رب. بصلي أنك تحفظ يا رب، وصلي أنك تدي نعمة وتقيم عقلاء وحكماء يكون مقاصدهم أن يوقفوا الخراب ده ويوقفوا الحرب دي يا رب، اللي الحقيقة بتحصد الأبرياء، أرواح الأبرياء، وبتحصد يا رب أرواح الأطفال والناس يا رب اللي ملهمش يد في أي شيء يا رب. بصلي لأجل يا رب بلادنا أيضا في وقت الانتخابات خلال الأيام القليلة، أنك تحفظها، أنك تباركها، أنك تحمي الجميع، أنك تقود الوقت ده يا رب بسلام على مصر وعلى كل بلد بيشهد انتخابات زي العراق. يا رب حفظ لكل منطقتنا، لكل شعوبنا العربية، سلام يا رب يغمر الكل يا رب، بركة على الجميع. أذكر أيضا قضاة القرم يا رب وكل التحديات الموجودة قدامها، بصلي أنك تسد كل احتياج، أنك تحفظ الجميع، تكون رسالتنا رسالة خلاص دائما يا رب، ورسالة محبة، تكون قناة القرم باستمرار يا رب هي رسالة المحبة، رسالة الأمان، رسالة الطمأنينة، رسالة السلام للجميع، رسالة الخلاص للكل يا رب. هذا بصلي يا رب في اسم ربنا يسوع المسيح، أهدي لك كل إكرام وكل مجد إلى الأبد، آمين. أشكركم الحقيقة. قبل ما أوجه سؤالي الأول للأستاذ خالد، يعني أنا بصراحة توقفت قدام مشهد حزنت لأجله جدا، أن الإنسان بيوصل نفسه لهذه المرحلة، وأن الإنسان ممكن محسوبة، ولكن النتيجة للأسف بتكون دمار عليه وعلى المحيطين حواليه. ده اللي حصل من حماس، وده المشهد اللي كان موجود في الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. لو استأذن أخوي المخرج يعرض المشهد ده قدام الجميع، مشهد صعب قوي. البعض بيقول ان هم مدنيين، اسرائيل بتقول ان هم جنود لحماس، لكن ايا من كان المشهد ده صعب جدا انه يتعرى الانسان بالشكل ده ويكون يعني صورته دي انا ما اعرفش يعني لحظات والصورة هتكون معروضة قدامكم، لانه بصراحة انا بقول فين اللي هللوا وفين اللي زغرته وفين اللي بلوا الشربات وفين اللي نزلوا في الشوارع يوم 7 اكتوبر وفين اللي عمالين يقولوا غزة تنتصر، غزة تنتصر، حماس تنتصر. للأسف الشديد هو ده المنظر اللي كان موجود امبارح. ايه رأيكم في المنظر ده يا جماعة؟ الناس جات الشربات، ايه رأيكم في المشهد ده؟ ده مشهد 7 اكتوبر وده مشهد 7 ديسمبر، ايه رأيكم؟ ده مشهد البنت اللي عروها وكشفوا جسمها واعتدوا عليها افراد حماس، وده المشهد. ما هو موقفك الان؟ دي الصلاة كانت منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، طلع باسم ابن اسماعيل اسماعيل هنية، مجرد اشتراها ابن اسماعيل هنية تساوي قرابة يعني عشرات الالاف من الدولارات، وكلها ايصالات طالعه بسنه 22 وبسنه 21. هو ده القاده اللي عايشين في قطر واولادهم بيصرفوا بيجيبوا مجوهرات
وبيجيبوا يشوفوا يعني بالتواريخ وبالأرقام وبأسماء المحلات وبأسماء الشركات المجوهرات اللي بيشتروا فيها المجوهرات، لا همهم ناس غزة ولا همهم الأطفال ولا همهم أي حاجة. صور الأطفال اللي بتنتشر يعني على منصات التواصل الاجتماعي ومحطات الفضائيات، الهدف منها نوع من دغدغة المشاعر وإثارة المشاعر عشان يحققوا الاستراتيجية بتاعتهم والأهداف الخاصة بتاعتهم. ده كارت باسم إسماعيل هنية، كارت بنك البنك الإسلامي الفلسطيني، وطبعا أرقام خيالية موجودة في البنوك بخلاف الأرقام اللي موجودة في البنوك الغربية. أنا عايز أسمع إيه رأيكم في المشاهد دي، وإيه رأيكم في الكلام ده، وإيه رأيكم في اللي بيحصل. وهنتابع مع أخونا خالد، وهو شخص يعني بيتكلم من قلبه وبيتكلم بصدقه وبيتكلم حرصا على وطنه، وبيتكلم وبيكشف لينا ايه هي حماس، ايه توجه حماس، ايه مقاصد حماس، ايه اهداف حماس، ايه اللي بيحصل على الارض، هل حماس فعلا انتصرت، وايه اللي بيحصل على الارض، وقبل الحرب حماس كانت بتعمل ايه مع اهالي غزه، واثناء الحرب حماس بتعمل ايه مع اهالي غزه، وايه اللي كانت بتتمناه حماس، وحماس هي الذراع لمين، وايه الايديولوجيه الدينيه بتاعتها. مره تانيه برحب بيك اخ خالد. اخ خالد، قبل ما نبدا في اسئلتنا، لو تقول لنا بس انت تعرفنا على نفسك، ونفس الوقت تقول لنا ايه اللي حاصل دلوقتي في غزه بشكل اوضح، وانت شخص يعني من غزه وعارف كل اللي بيدور جواه، اتفضل. اول شيء انا خالد شومان، طالب في المانيا في كليه الهندسه. بالنسبة للوضع في غزة، بصراحة الوضع سيء جدا في قطاع غزة. الوضع يعني بالنسبة للفلسطيني في غزة سيء، يعني وضع مزري جدا، والأوضاع من سيء لأسوأ يوم بعد يوم. كلنا كفلسطينيين في قطاع غزة تفوجئنا بالحرب، يعني ما كنا بنعرف أي شيء. يعني صحينا الصبح يمكن الساعة 7 هيك، لقينا الصواريخ كأهلي مثلا، وحتى يومها أنا صحيت يعني الساعة 7 الصبح، فتحت الاخبار لقيت انه يعني شو اللي بصير. انا اول ما شفت الاخبار وشفت انهم داخلين الحدود وعاملين المشاهد المروعه، بصراحه هذه لا نقبلها كفلسطينيين واستهداف المدنيين. واما بالنسبه للناس اللي في الكيبوتسات، هذول المستوطنات اللي جنب قطاع غزه، كلهم من المزارعين، يعني كلهم كانوا يشتغلوا في كيبوتسات مزارعين. يعني احنا ما بنحكي عن ناس مثلا خلينا نقول في جيش، لا، اغلب اللي اخذوهم هم ناس مزارعين. فبصراحه هذا شيء غير مقبول ابدا لنا كفلسطيني، وحتى كمسلمين او كأمة فلسطينيه، مسلمين او مسيحيين او حتى يهود او دروز. يعني مشاهد فظيعه بصراحه، ضربه انتحاريه بصراحه من حماس. ما في كيف تدخل، انا يعني لحتى الان مش مستوعب كيف دخلت الحرب هذه. يعني ما في دواء ولا في كهرباء ولا في مي. هذه الضربه الانتحاريه من حركه حماس في هذه الحرب. طبعا اخ خالد، حضرتك قلت انه كل اللي خدوهم ونزلوا عليهم هم ناس مزارعين. اخ ناس خالد، مزارعين. مزارعين وناس مسالمين وناس، يعني ليه يعملوا كده؟ يعني ايه الهدف من ورا الامر ده؟ بما تحدث قبل هيك، تحدث اسماعيل هنيه وقال نحن هنا لخدمه ايران في المنطقه. فايران كانت تعاني، وكان تم عليها الكثير من العقوبات في امريكا. واحنا بنعرف انه حماس هي ذراع ايران، كحزب الله، كالحوثي، كالميليشيات العراقيه. ف لو 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 نلاحظ ما يحدث في الحرب، هنلاحظ انه في خلال الحرب تم رفع العديد من العقوبات على ايران اللي كانت مفروض عليها قبل الحرب. مثلا في الصاروخ الباليستيه، وتم رفع حظر الاموال اللي تصل الى المليارات، مثلا في العراق 10 مليار، وفي كثير من الدول، في كوريا الجنوبيه، في لوكسمبورغ، في قطر. فحماس لها تعاون وثيق مع ايران او اجندات خارجيه، وهذا ما تحدث به رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اسماعيل هنيه، وحكى انه نحن هنا لخدمه ايران في المنطقه وعرقله إسرائيل عن إيران. يعني لأجل خدمة إيران يا أخ خالد، مجموعة يضحوا بأهاليهم وبأطفال ونساء، يخربوا الدنيا، يدمروا الدنيا، يتسببوا في يعني
نداح أكثر من مليون فلسطيني من غزة إلى الجنوب إلى رفح، يعني تقريبا وصل لعشرين ألف واحد قتل، أكثر من 8000 واحد فقد، أكثر أرقام داخلة في 50000 واحد مصاب. يعني إيه اللعبة دي وإيه المغامرة دي؟ يعني إزاي أنا مواطن بحب بلدي وأكون أداة وذراع لبلد تانية بتنفذ استراتيجيتها وبتنفذ مخططاتها، فتدعوني ان انا اخرب بلدي لحسابهم؟ يعني ايه المنطق يا اخ خالد؟ يعني اول شيء لازم نعرف من هي حماس. حماس هي حركه، الاسم هو حركه مقاومه اسلاميه كما تزعم، وانا عندي اشكاليه طبعا مع الاسم. اما بالنسبه ل متى نشات حماس، نشات في اواخر ال 87. حماس من منذ ان نشات وهي ضد المجتمع الفلسطيني، ففي كل نشات في ايام الانتفاضه، فمثلا يكون في اضراب مثلا للشعب الفلسطيني في مثلا يوم الجمعه، حماس يجتمع الاضراب يوم الاحد او يوم الاثنين. فحماس تخالف الشعب الفلسطيني لانها تنظر الى الشعب الفلسطيني ك يعني شعب ضال، وما عندها مشكله انها تقتل اعداد يعني كبيره يعني، وفعلت هذا الشيء. حماس هي تنظر لا الى لا الشعب لا ممكن الفلسطيني. تعيد الجملة دي يا أخ خالد؟ أنت بتقول إن حماس تنظر إلى الشعب الفلسطيني إنه شعب ضال؟ ألو، هل سمعني أخ تفضل. خالد؟ سامعك كويس. بتقول حضرتك إنك حماس تنظر إلى الشعب الفلسطيني إنه شعب ضال وعندها استعداد تقتل من الشعب الفلسطيني؟ ايوه، وتنظر اليهم كارقام، وهذا ما تحدث به احد قيادات القسام، قال انه يعني زي ما بنقول في غزه، بيقول انه الرحم طول ما هو شغال بيجيب اولاد، ما تقلقوا. يا خبر ابيض، اتفضل كمل. طيب يعني يعني حماس بتقول احنا بدأت سنة 87، بدأت بأذرع إيرانية بهدف احدى الأجنحة العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، فحماس مرتبطة بالإخوان المسلمين. أجل، هي باعت الإخوان المسلمين في الثمانينات، أو ما بعرف أي سنة بالضبط، ولكن في 2017 نزلت ميثاق آخر اعترفت فيه بحدود فلسطين على 67، و فكت الارتباط عن جماعة الإخوان المسلمين في 2017. يعني في 2017 حماس فكت الارتباط بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين؟ أيوه، وهذا في ميثاق في 2017. ده بإيه الهدف؟ يعني عشان تبقى تماما مع إيران، تبقى ذراع عسكري لإيران تماما، كولاء لإيران كامل؟ ممكن بسبب ضعف الاخوان المسلمين في الوطن العربي، فما في منهم اي فائده يعني زي ما نقول. بينما ايران يعني كل ما لها بتقوى في الوطن العربي، بتقوى في العراق، بتقوى في سوريا، بتقوى في اليمن، في لبنان. فلهيك قوت علاقتها مع طيب ايران اكثر، والوطن والاخوان زي ما بنعرف انهم تم طردهم من اغلب البلاد العربيه واتجهوا الى الغرب يعني. طيب كلمني بقى عن حماس لما انفردت بالسلطة من سنة 2007 بعد الانتخابات، وانفردت بالسلطة وانقلبت على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حياتهم بقى وتصرفاتهم وسلوكياتهم على الأرض ازاي بيتعاملوا مع المواطن في غزة، الفلسطيني في غزة ازاي كانت حياتهم؟ بيتعاملوا مع السيدات ازاي؟ بيتعاملوا مع الأمور الاجتماعية ازاي؟ يعني عايزين ندخل في تفاصيل أكتر على الأرض، كيفية تصرف الشخص الحمساوي مع المواطن الفلسطيني في غزة. اوكي، اول شيء لازم نعرف انه حماس في الانتخابات في 2006 فازت في الانتخابات في 2006، وقبل هيك في 1996 حرمت حماس الانتخابات وقالت انها لا تجوز. يعني بعد ما انفردت بالسلطة حرمت الانتخابات وقالت لا تجوز انتخابات. حماس حرمت الانتخابات في عام 1996 لانها لم تشارك في الانتخابات. لانه رفض المرحوم ياسر عرفات، زعيم الراحل ياسر عرفات، رفض انه حماس تدخل في الانتخابات في عام 1996، ولكن على طلب من عندما طلب الامريكان من تميم بن حمد ان يدخلهم الى الانتخابات، فاصبح الانتخابات اصبح انتخاب حماس واجب شرعي وديني على كل مسلم في قطاع غزه. لا بس حماس دخلت الانتخابات في 2007 وفازت بعدد من المقاعد في 2007. ايوه،
هي فازت للتصحيح، هي في 2006 فازت في الانتخابات، ولكن في 2007 عملت الانقلاب. مع العلم انه في 2006 فشلت حماس في تشكيل حكومه، وقعدت اكثر من 7 شهور ما قدرت تشكل حكومه من وزارات، ففشلت هي في تشكيل الحكومه. فالمفروض انه يعني تقعد اشقه مثلا او نعمل انتخابات ثانيه، ولكن حماس بسبب المجلس التشريعي اللي يمتلكوه ايامها فأصدر قرار بعمل قوة اسمها القوة التنفيذية، وهذه القوة التنفيذية كانت حتى لو خلصت مدة حماس مثلا ال4 سنوات، فعندها القوة التنفيذية ستحميهم وستقمع الناس لو أرادوا انتخابات أخرى أو أرادوا انتخابات نزيهة ثانية. يعني حماس زي جماعة الإخوان المسلمين وزي الجماعات الجهادية الإسلامية أو المنظمات الجهادية الإسلامية، تستغل الديمقراطية لتنفيذ مطامع معينة وتحقق مصالح خاصة ليها، وبعد شوية تنقلب على الديمقراطية وتقول الديمقراطية حرام. يعني في وقت يكون الديمقراطية حلال بس يوصلوا بيها وينولوا اللي هم عايزينه من خلال ادعائهم مشاركتهم بالديمقراطية واعترافاتهم اعترافهم بالديمقراطية، بس ينالوا اللي هم عايزينه يقلبوا على الديمقراطية، يقولوا الانتخابات حرام الديمقراطية حرام، يسيطروا سيادة. نفس الفكر ونفس العقيدة ونفس المنهج اللي بيتبعه جماعة الإخوان المسلمين وكل الجماعات الإسلامية. بعد 2007 أنا عايزك تكلمني بقى عن الوضع الاجتماعي إزاي. يعني بعض الناس بيقولوا إن حماس كانت بتتعامل وحش مع الفلسطينيين في غزة، ممكن تتعرض لاغتصاب البنات والنساء، تتعرض المعارض يتعرض للقتل. احكي لنا عن طريقة إدارتهم لغزة. بعد 2007 حماس فرضت ضرائب على كل شيء في قطاع غزه. فمثلا انبوبه الغاز كانت في قطاع غزه قبل 2007 كانت ب 17 شيكل، وهذا ما يعادل ما يقارب ال 5 دولار على ما اظن. بعد 2007 اصبح السعر يصل الى 50 شيكل، يا خبر ابيض، يعني يعني تضاعف غير عادي. وصل الى 70 او 78 شيكل. فحماس تفرض ضرائب يعني مهوله على كل البضائع في قطاع غزه. ومثلا الدخان، هم عندهم التدخين حرام، ولكن ضريبه التدخين حلال. بمعنى انه كان علبه السجاير كانت ب 2 شيكل اقل من دول. لما اجت حماس صارت 10 شيكل، بعد هيك صارت 20 ووصلت الى 25 شيكل. يعني من دولار صارت الى 7 دولار او 6 دولار. وهيك اتفضل. على الموجود في قطاع غزة. بالنسبة للمواطن في قطاع غزة ما في وظائف، نسبة البطالة أكثر من 60 65%، نسبة المدقع وصلت إلى حوالي 70% أو أكثر. حتى إحنا بنحكي الفقر المدقع عن الناس اللي مش لاقية أكل للبيت، وحتى مش لاقيين يدفعوا الإيجار، وهذا بسبب سياسات حماس وبسبب سرقة كل الأموال. يعني ضرائب تجلب حماس ضرائب مسيطرة سيطرة كاملة على كل الأموال وعلى كل المصارف والبنوك وكل المعونات اللي بتذهب لغزة. حماس هي المسيطرة، هي المتحكمة في كل شيء، هي الناهبة لخيرات غزة، وهي الناهبة لكل الأموال والمساعدات اللي بتوصل لغزة. اتفضل. أكيد طبعا. وأنشأوا بنك اسمه البنك الإسلامي في قطاع غزة، والبنك الإسلامي هو بالنسبة لهم حلال، ولكن لو إحنا الربا كمسلمين الربا عندنا حرام. لو واحد راح على البنك الاسلامي حيلاقي انه البنك هذا ربوي اكثر من البنوك الغير اسلاميه، يعني باخذ نسبات اكثر. حماس خطفت قطاع غزه من 2007 الى اليوم، تعذب كل من يعارضها. عذبت في اول يوم منها، او في اول 4 ايام، في اول 4 ايام منها، من 10/6/2007 الى 14/6 قتلت 700 بني ادم. وقبلها قتل الاطفال، بالنسبه لحماس يعني حماس قتلت اطفال فلسطينيين، وقتلت اطفال عائله بعلوشه في 2006 في شهر ديسمبر 2006. يعني احنا بنحكي على حركه زي ما قلت لك تنظر الى الشعب الفلسطيني كارقام وشعب ضال، ويعني يعني ما بيفرق معهم الشعب الفلسطيني لا اساسا. لا احكي لنا اكتر على الحادثه. انت بتقول قتلت اطفال عائله، قتلت ناس من فتح، احكي يعني ازاي قتلوا، يعني ليه بيعملوا كده او قتلوا ازاي؟ الاطفال على ما اظن كانوا رايحين على المدرسه، ما بعرف شو القصه، ولكن ايامها قتلوا
قتلوهم. يعني انت بتحكي على حركه اجراميه، يعني قتل الأطفال، يعني حركة المفروض إن هي بتصنف نفسها حركة إسلامية وبتصنف نفسها إنها حركة مقاومة وحركة بتدافع عن حقوق الفلسطينيين، تقتل أطفال، تقتل أطفال يعني أهاليهم. يعني هم يستعملوا الدين لكل شيء، يعني كل شيء يستعملوا الدين. يعني بيجي مرات بحرموا الانتخابات وبعدين بحللوها. بعد ما وصلوا للحكم عملوا بطل في انتخابات، صار حاجه اسمها مجلس شورى. مجلس شورى اللي هو قياده حماس كلها كلها بيقعدوا وبحطوا الرئيس تاعهم، وقال لك الانتخابات وصلنا انتخابات. يعني زي اي جماعه الدين ستار، لكن هم بيحققوا مصالح خاصه وايديولوجيات خاصه وافكارهم الخاصه وعقائدهم الخاصه. أكيد طبعا يحقق كل، وعلى فكرة كل حكمهم لقطاع غزة هو حكم، يعني زي ما تقول لسرقة كل شيء في قطاع غزة، حتى الرمل اللي انسرق من قطاع غزة. يعني واللي بيشهد على هيك المليارات اللي انمسكت، مثلا مليار و200 مليون اللي مسكوا في السودان، تم حظر أموالهم في السودان بتقدر بمليار و200 مليون، بالإضافة إلى بريطانيا حوالي 500 مليون دولار. 500 مليون دولار حماس في بريطانيا من أموال الشعب الفلسطيني ومن أموال أهل غزة، من المعونات اللي بتروح من دول الخليج لغزة. اتفضل. نرجع بالزمن عشان المشاهد يعرف أكثر وتوضح الصورة بشكل أفضل وتترتب الأفكار. حماس من ال 76، بدأت حماس في ال 76 فعليا. في ال 76 بدأت بمسمى الجمعية الإسلامية. بعد 78 بدأت بمسمى آخر وهو المجمع الإسلامي، لغاية بعد 10 سنوات أو في أواخر 87 أصبح اسم أصبح اسم حماس اسم يعني علني، وهو الاسم المتعارف عليه للحركة الإسلامية في قطاع غزة أو لفرع الإخوان المسلمين. حماس هي من الأساس فرع الإخوان المسلمين في قطاع غزة، يعني وهذا هم أساساً اللي جابوا تصريح من إسرائيل لفتح المجمع الإسلامي، اللي جابوا تصريح لأحمد ياسين كان اسمه هاشم الخزندار عن طريق حاكم غزة في هذيك الفترة يدعى أبو صبري. جابوا لهم تصريح لعمل المجمع الإسلامي في خلال يوم. أما الجامعة الإسلامية، وأيامها في 78 نشأت معها الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية نشأت بتمويل أمريكي، وهذا باعتراف مستر كيرنسر دبلوماسي أمريكي وسياسي أمريكي، يعني حكى عن هذا الشيء. حماس من الأول كانت تتفاوض مع إسرائيل في السر، وهذا باعتراف العديد من القيادات في اعتراف بعض الإسرائيليين. وهذا لما في أول جلسة لمحمود الزهار مع شمعون بيرز حربي قال كالتالي: بسم الله بسم الله، نحن لا نريد دولة فلسطينية. محمود الزهار قال كده: بسم الله بسم الله، نحن لا نريد دولة فلسطينية. أجل هذا صحيح، يعني قيادي من قيادات حماس. حماس لا تريد قيام دولة فلسطينية. أمال حماس بتعمل إيه؟ أمال إيه يعني هي بتعمل إيه؟ أما خلاص هم كميليشيا، أي ميليشيا تستخدم الدين أو أي ميليشيا إسلامية تأتي لهدم الدول وليس لبناء الدول. فهم من مصلحتهم ومن أجنداتهم الخارجية ليس بناء دول وإنما هدم الدول، زي ما شفنا، زي ما حاولوا في مصر، وزي ما زي ما شف زي ما شفنا في العراق، حطوا إيدهم في الأمريكان في العراق. في كل مكان بروحوه هم بيهدموا الدولة. فحماس تنظر إلى العلم الفلسطيني على أنه قطعة قماش، مجرد قطعة قماش. يا خبر أبيض، نفس تصورات جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن هم ينظرون للعلم المصري مجرد قطعة قماش، نفس التوجه عام في كل الجماعات الإسلامية المتشددة، في كل الجماعات الإسلامية المسلحة، حتى يعني المرشد الإخوان السابق مهدي عاكو كان بيرى، أو كمان يعني القائد أو المفكر الديني سيد قطب كان بيرى ان الوطن مجرد الا حفن التراب عفنا. هو نفس التوجه باستمرار للجماعات الاسلاميه. لكن سؤالي ليك يا اخ خالد، اهل غزه بقى يعني ازاي مستسلمين للطريقه دي، وازاي مستسلمين لحماس، وازاي سايبين الامور؟ هل هناك تعاطف من اهل غزه مع حماس، او هناك رفض؟ الشارع الغزاوي
بيشوف حماس ازاي؟ بالنسبه لاهل غزه، يعني اهل غزه في يعني بصراحه عانوا من حماس اكثر من معاناتهم من اسرائيل. يعني حاولوا التظاهر في اكثر من مره ضد حماس، ولكن في كل مره يتم قمعهم، في كل مره يتم اطلاق الرصاص عليهم. مثلا في اواخر 2007، في شهر 11 في 2007، عندما احيوا ذكرى الشهيد الراحل ياسر عرفات، تم اطلاق عليهم وقتلوا بعض الفلسطينيين. خرجوا مره اخرى في 2019، وبرضه تم قمعهم، وتم سجن اكثر من 1200 فلسطيني في خلال 24 ساعه، وهذا اسرائيل لم سجنوا تفعله في يوم. حماس سجنت 1200 فلسطيني في خلال 24 ساعة. ومنهم اطفال على فكره، ومنهم يعني شباب، يعني من يعني عمر 14 و15، كنت ايامها يعني حاضر سجنت يعني. شباب اعتبروا صبيان او اطفال لسه صغيرين خالص. هم زي ما قلت لك، هم ينظروا للشعب الفلسطيني كأرقام، وما بهمهم الشعب الفلسطيني. هم ينظروا أنه الشعب الفلسطيني هو مجرد يعني ناس ضالين، أو ناس ضالين ما دام أنه ما دخلوا الجماعة، لأنه هذا مصطلحهم، يعني زي مصطلح الإخوان المسلمين، ما دام أنهم لم زي يدخلوا الإخوان الجماعة. المسلمين يروا أن الشعوب تعيش في جهالة في زمن الجاهلية، نفس الفكر، نفس العقيدة، نفس كل حاجة. على فكره، وبتطرف اكثر، في حين انه بينظروا الى انه المعارض او اللي مش معهم يبقى عليهم، اللي مش معهم يضربهم، وفي الحقيقه وفي الوقت اللي صح لهم انهم يتخلصوا منه حيتخلصوا منه ولو يقتلوه. يعني هم عاملين حالة رعب أو حالة تهديد أو حالة تخويف، يعني مسيطرين على غزة بقبضة حديدية، أي واحد هيتكلم هيتعرض للقتل، يتعرض للاغتيال، يتعرض للسجن، يتعرض للإبادة. أكيد ممكن أي واحد مثلا يحط لايك على الفيسبوك، أو مثلا ينزل منشور ينتقد فيه حماس، فيتم خطفه زي ما تم خطف عصام السعافين وقتله بعد ما كسروا عظام القفص الصدري دي وقتلوه. صورة الشاب اللي الأخ خالد بيتكلم عليه، صورة شباب اتعرضوا لقتل من حماس. بصوا مثلا يعني كل ده، أي محاولة للنقد حماس، أي محاولة للكلام عن حماس، على طول الأمور بتبقى صعبة جدا. شعب الغزاوي للأسف يعني وقع فريسة لجماعة لا ترحم، جماعة لا تشفق، جماعة ليس في مبادئها الرحمة لكن في مبادئها الإبادة، في مبادئ القتل، في مبادئها وعقيدتها الدم وسفك الدماء. يعني الناس عايشه ازاي جوه يعني الحاله الاقتصاديه قبل 7 اكتوبر، الناس عايشه ازاي جوه غزه؟ قبل 7 اكتوبر لازم نعرف اول شيء انه قبل 7 اكتوبر، من 2007 الى 2023، تم هاجر حوالي 400 الف فلسطيني من قطاع غزه. هذا هاجر الشيء الاول 400 ألف فلسطيني من قطاع غزة تحت حكم حماس، بسبب حماس وسياسات بسبب حماس حماس الحكومية والظروف الصعبة اللي يعيشها الفلسطيني في غزة. لا، ده يعني ده رقم مهم جدا. انت متأكد من الرقم ده؟ طبعا انت شاب من غزة ومش ممكن تقول اي حاجة على الهوا وخلاص، لكن انت بتقول معلومة خطيرة جدا، ان تحت حكم حماس اللي الناس بتهلل لها في الشوارع، تحت حكم حماس تم تهجير 400 ألف فلسطيني من غزة هربا من بطش ودموية وقسوة وعنف وتطرف حماس. بسبب الفقر والأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وبسبب الحروب اللي دخلتنا فيها حماس من لأجل لا شيء بصراحة. يعني في كل حرب تدخلنا فيها حماس تسبب الدمار للشعب الفلسطيني، تسبب هزيمة وليس انتصار. ما بعرف، هم الانتصار بالنسبه لهم انه القياده لسه بخير، يبقى الشيء يعني كل شيء تمام زي ما يعني بتقول. الانتصار الوحيد في نظر حماس ان قياده حماس تبقى بخير، ايا كان بقى اكيد الاعداد اللي تروح على الارض، الاطفال اللي يموتوا، البيوت اللي تنهدم، مش فارق معاهم، بس القياده تبقى بخير، هو ده الانتصار. اتفضل. ولا بيفرق معهم اي عدد، بينظروا زي ما قلت بينظروا للفلسطين على انه رقم. حياه الخص لك حياه الفلسطيني في اتفضل. قطاع غزه قبل او في حكم حماس، ما في وظائف، ما في حياه، ما في تعليم، التعليم الجامعي لا، غالي واحد جدا، ما فيش وظائف، اتنين ما فيش تعليم. اتفضل. التعليم الجامعي غالي جدا. التعليم الجامعي جوه غزه
تحت حكم حماس اللي بتتلقى ملايين ملايين من دول الخليج، غالي جدا على المواطن الغزاوي في غزة. تخيل انه السنه الجامعيه مثلا لطالب الهندسه في قطاع غزه تصل الى ال 2000 دينار اردني. 2000 دينار اردني للطالب في الجامعه مثلا كليه الهندسه. اما طالب الطب مثلا بصل الى 4000 دينار اردني. يا خبر ابيض. يعني امال انت الاموال متخيل اللي يعني في ضخ اموال غير عاديه رايحه لقطاع غزه، الاموال دي كلها بتروح فين؟ المساعدات الشاحنات اللي بالالاف اللي داخله دي كلها بتروح فين؟ المساعدات اللي في خلال الحرب؟ لا اللي قبل كده، ما على طول الحدود ومساعدات بتروح لقطاع غزه، بتروح فين؟ اوكي، اللي قبل الحرب بتروح لامير المسجد. امير لامير المسجد المسجد. بيوزع. يعني اي مساعده تروح لامير المسجد وامير المسجد هو اللي يقرر. هو بيوزعها على حبايبه وقرايبه، وبعد ما يخلص من حبايبه وقرايبه ممكن انه يوزع شوي مثلا على الناس المحتاجه. يا خبر ابيض، ده وضع مأساوي عايش فيه. يعني لن ينصلح حال قطاع غزة الا بانتهاء حماس، لازم حماس ترد وترفع ايديها من قطاع غزة تماما. أكيد انتهاء حماس وانتهاء كل حركة تعمل لأجندات لصالح أجندات خارجية أيا كانت الأجندات. خليني أقول لك حياة اتفضل. الفلسطيني أكثر. الفلسطيني بعد ما لم الشعب الفلسطيني أمامه خيارين، الخيار الأول أما أن يستسلم للواقع في قطاع غزة ويظل عايش لا قرايب ولا أي شيء، والخيار الثاني إما أنه يخرج من مصر إلى تركيا، ومن تركيا يأخذ قوارب الموت إلى اليونان، واللي بسببها غرق كثير من الشباب من قطاع غزة يعني في الحالتين موت. للأسف. ولكن بقول لك، ولكن الشباب بقول لك يعني في شباب أصحاب مثلا خرجوا عن طريق القوارب هذه، بقول لك طب في ممكن احتمالية ولو 5% أن نعيش، يعني يجازف بالموت ولو احتمالية 5% أنه يعيش، في مقابل أنه رافض يعيش في غزة تحت حكم حماس. أجل. وضعية المرأة تحت حكم حماس عاملة إزاي؟ وضع المرأة تحت حكم حماس يعني ما قدروا، خلينا نقول ما قدروا يأثروا كثير على المرأة يعني في، ولكن صار إنه المرأة مثلا في عندنا مسيحيين في قطاع غزة، ممنوع أي مرأة تدخل في نقابة المحامين إلا تكون محجبة في الأول لغاية بعدين بطلان القرار. يعني مثلا محاميه مثلا ومسيحيه مثلا ومش لابسه حجاب، حتى في عندنا مثلا بنات في غزه مثلا مسلمات ومش لابسات حجاب، هذه حريه شخصيه يعني، ولكن يقول لك لا ما تدخل ما تدخلش. في كثير من التضييق يعني على المراه في من ناحيه حريه اللباس، يعني خلينا نقول انه بالذات المراه اللي مش محجبه. يعني المرأة بتعاني تحت حكم حماس من التضييق، من التداخل في شؤونها الخاصة، في تضييق في المشي، في الحركة، في العمل، في كل شيء. يعني ولكن هو يعني الوضع الأسوأ هو الفقر في قطاع غزة. الفقر. أجل. طب إيه الحل يا خالد؟ يعني أنت شايف الدنيا رايحة لفين؟ يعني الوضع المأساوي اللي بتعيش فيه غزة، أنت شايف الدنيا رايحة لفين؟ وحماس يعني هتفضل مسيطرة أو نيتها أنها تفضل مسيطرة على غزة ويعني فرض نفسها على غزة، أنت شايف يعني هل ممكن يجي في يوم من الأيام شعب غزة ينتفض ضد حماس؟ هل يجي في يوم من الأيام يحاول يتخلص، ولا منتظر أنه حد من بره يخلصه من حماس؟ يعني شعب غزة بيفكر إزاي؟ الشعب في غزه حاول التظاهر في اكثر من مره في 2019 وحتى في 2023، وكان ينظم الى مظاهرات حماس قبل الحرب لغايه ما اجت الحرب، وممكن هذا السبب اللي خلى حماس يعني تعمل خطوه انتحاريه زي هيك يعني. بالذات الشعب كله انتفض في مسيرات 30/7 اللي كانت في قبل حوالي 3 4 شهور من الان. يعني الشعب دائما الفلسطيني في غزه هو
يعني لما يتعرض لحصار، ولما يتعرض لما يتعرض له من حماس، ما سكت خالص، يعني حاول انه يتظاهر اكثر من مره، ولكن في كل مره يتم قمعه. تم قمعه في 30/7، وحماس خطف 335 شخص في خطفت 335 واحد من المظاهرات اللي بتطلع ضد حماس في قطاع غزة. معلش. بقول لك بتقول حماس خطفت 335 شخص من المظاهرات اللي بتطلع ضد حماس في قطاع غزة. في اخر مظاهرات في 30/7. آخر مظاهرات دي. أجل. معلومة سريعة بالنسبة للمرأة أكثر. هم في كثير من القيادات من حماس يستغل منصبه، وبيستغل خلينا نقول موقعه في حماس، يتحرش بالنساء، لأنه يستغل الكثير من النساء، ومنهم أئمة مساجد. يعني خبر ابيض، يعني هم قاده وبيكلموا باسم الدين وبتاعه بيتحرشوا بالنساء، وائمه مساجد بيتحرشوا بالنساء داخل قطاع غزه. امال ايه الدين اللي عايزين يفرضوه على قطاع غزه؟ وايه الشريعه اللي بيطالبوا بيها؟ وايه ايه الشعارات اللي رافعينها دي؟ كلها شعارات لحتى تجذب جمهور لهم، يعني كلها شعارات بيخرج فيها من الحين للآخر حتى تجذب جمهور أكثر، وخاصة الجمهور العربي. يعني هذه شعارات، يعني يعني زي كل ما نقول هدفهم تعاطف الشارع العربي معاهم وخلاص. للأسف، بسبب يعني زي ما نقول بسبب إنه مأثر عليهم، واللي ما بيعرف قناة الجزيرة لا يعرف أكثر. قناة الجزيرة، مدير الصحافة الاستقصائية في قناة الجزيرة اسمه كليتون سويشر. كليتون سويشر هو باحث وكاتب وصحفي، هذا كله كلام رائع، ولكن كليتون سويشر لو بحثنا عنه أكثر هنلاقي أنه ضابط سابق في السي اي اي. فالجزيرة حاطة ضابط سابق في السي اي اي مدير الصحافة الاستقصائية عندها، واللي تامر المسحال، ما بعرف إذا سمعتوا في تامر المسحال اللي بيعمل برنامج ما خفي أعظم من كل يوم والثاني، تابع هو بيشتغل في الصحافة الاستقصائية. يعني طيب هستأذنك أعرض بعض الفيديوهات وأنت تعلق لي عليها. الفيديو الأول لمعاناة الناس في شرد، أخذ مصاري غزة ورحل فيها، أخذ مصاري غزة علي ورحل فيها. يا ناس إحنا هان ملناش حكومة إلا الله، أنا مش حد، مش إلا حد، أنا بنشط ربنا، أنا بنشط ربنا اللي يقف معايا، وربنا انت شايفني يا رب، انا محتاج اهو بشحت شاكل من هان ومن هان. بقول للناس الله يخليكم لكم، الله يوسعها عليكم، عشان هيك انا محتاجه، تعالوا شوفوا بيتي يا ناس. بتقول اخذ اسماعيل هنيه اخذ المصاري واخذ الفلوس وما عندناش اي حاجه. دي صرخه واحده مواطنه موجوده جوه غزه. تعلق تقول يا اخ خالد. اسماعيل هنيه من 2019 لم يأتي الى قطاع غزه، او قبل حتى ما جاء زار قطاع غزه. اسماعيل هنيه سكن في الدوحه وساب قطاع غزه، يعني لا هيك. وثروه اسماعيل هنيه وصلت الى اكثر من مليار دولار. على اي اساس مثلا اسماعيل هنيه وصلت ثروته لمليار دولار؟ وهو نتحدث اكثر عن اسماعيل هنيه قبل ما يكون في حماس. تفضل. هي كان عامل في اسرائيل، كان هو عامل بناء في اسرائيل. واسم المعلم بتاعه كان اسمه داني مخلوف. يعني اسماعيل هنيه كان مجرد عامل بناء في اسرائيل، يعني مش مثلا رجل اعمال انه مثلا كان له مثلا شركات مثلا ويعني كان مليان مصاري، لا. وله اختين ساكنات في اسرائيل حاليا. له اختين ساكنين في اسرائيل. اسماعيل هنيه له اختين ساكنين في اسرائيل حاليا. واولاد خواته بيخدموا في الجيش الاسرائيلي، خدموا في الجيش لا لا دي الاسرائيلي. نقطة مهمة جدا. اولاد اخوات او اخوات اسماعيل هنيه قائد من قادة حماس بيخدموا وخدموا في الجيش الاسرائيلي. دي نقطة مهمة جدا، يعني انت بتكشف لنا اسرار عن الناس دي اللي طالعين يعني بيعرضوا مصير اطفال والاف الاطفال للموت وللهلاك والدمار، وهم عايشين في قطر معاهم المليارات
اصله كان عامل بناء، واخواته الاثنين عايشين في اسرائيل، واولاد اخواته خدموا في الجيش الاسرائيلي. طيب فين الشعارات؟ اتفضل كمل عن اسماعيل هنيه. زي ما بقول لك، شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني هذا هذا مجرد شعارات يعني بيستخدموها ليجذبوا الجمهور لهم، مجرد شعارات يعني. وزي ما بقول لك انه محمود الزهار لا يريد دوله فلسطينيه ولا يعترف بامه فلسطينيه اساسا، وشايف انه فلسطين زي ما حكى قبل هيك، حكى انه فلسطين بالنسبه له زي عود سواق. هل في انسان عاقل يتحدث هيك عن بلده؟ لا طبعا، لا طبعا، بالضبط هيك. هذه هي الايديولوجيه اللي تربوا عليها من في جماعه الاخوان، على نفس الفكر وعقيده جماعه الاخوان المسلمين، نفس الفكره يعني، هم كلهم شاربين من نبع واحد حسن البنا. نفس الفكر، حماس تريد احداث شرخ في الشعب الفلسطيني. بمعنى زي ما الاخوان المسلمين دائما بحاولوا يحدثوا شرخ في الشعب الفلسطيني، بيجوا يقولوا مثلا يكفروا المسيحيين، يكفروا اليهود، يكفروا الدروز، يكفروا حتى يحدثوا شرخ في المجتمع الفلسطيني. ولكن انا مثلا ما عمري سمعت ولا حتسمع ايضا في الاخوان مثلا بيتحدثوا عن الشيعه. ليش؟ لانهم هم اساسا من ايران. فما بتسمع حديث اي حديث عن الشيعه، بالعكس دائما بشكروا في ايران. مع انه الشيعه، مع انه يعني انا بشوف انه انا كثير اصحاب مثلا مسيحيين وحتى يهود وحتى يعني في كل الديانات وحتى اللادينيين، يعني ما عندي اي مشكله. ويعني عادي، مثلا انا الحين مثلا في المانيا، اللي ساكن معي هو الماني مسيحي وهو متدين أنا. ونحترم بعض وعادي، يعني شيء عادي جدا. بالعكس الاختلاف شيء محمود. ولكن بالنسبه لحماس، هي تريد لانها تعمل لاجل اجندات معينه، تريد هدم المجتمع الفلسطيني وهدم الدوله الفلسطينيه. زي ما قلت لك، هي عباره عن ميليشيات هدم، وليست للبناء، وليست لبناء دوله، وانما للهدم. فهو دائما يريد احداث شرخ في المجتمع الفلسطيني. فما بيحكوا على الشيعه لانه هم مدعوين من الشيعه، مع انه الشيعه يعني بيسبوا في عرض الرسول. الشيعه يعني يؤلهوا مثلا سيدنا علي او رضي الله عنه ابن عم الرسول. يعني عندهم اخطاء كثير ولكن ما بيحكوا عنها. وانا يعني بالنسبه لي، انا الي اصدقاء شيعه، ولكن احنا ما 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 بحب اخوض في اي نقاشات دينيه، لانه لكم دينكم والدين. يعني رب الله سبحانه وتعالى قال في القران: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ايه في القران. بعدين احنا اساسا ما بحب اني مثلا او ما بحب ان نكفر، لانه نحن لسنا الهه نكفر اي احد. حماس تكفر اي شخص، حماس كفر. بس انت توجهك يا خالد توجه مثقف مستنير، يعني انت عندك حس انساني نتيجه لمستوى فكرك وتعليمك وقراءتك وبحثك، لكن التوجه التكفيري موجود، لكن مش ده موضوعنا. هستاذنك اعرض فيديو تاني لواحد اسمه خليل الحياه، بيتكلم عن ان المال مال حماس مش مال غزه، واسمع تعليق منك. نسمع الفيديو ده. احنا والله مال حماس كحركه بيجي لحماس، واحنا تنظيم متواضع، ما نجمع من تبرعات من اصدقائنا وناسنا والناس اللي بيدعمونا، وما نجيب من جيوب ابنائنا من الاشتراكات وغيره وغيره، بكفينا وبنشرف عليه. وفي اي حاله فائض عن متطلباتنا، شعبنا الفلسطيني بيعرف انه حماس لا تبخل عليه، بل نقتسم معه لقمه العيش. احنا بنطلع زكاه مالنا وبنعطيها لابناء شعبنا. خليل حيا بيقول المال مال حماس، لكن ايه اللي يفيد بعد ما نصرف على نفسنا؟ ايه اللي يفيد نبقى نطلعه للشعب الفلسطيني؟ تفضل يا اخ خالد. يعني كما ذكرت لك انه حماس لا تنتمي للشعب الفلسطيني وتعتبره ارقام، وزي ما قلت لك انه التبرعات بتيجي لامير المسجد، وامير المسجد هو بوزعه على حبايبه وعلى كل الحركه، واللي بفيد بوزعه على الناس. وهذا اللي ذكرت لك اياها يعني بالنسبه لحماس. حماس لا تنتبه ابدا للشعب الفلسطيني ولا الى الاوضاع اساسا. هم بالنسبه لهم شايفين حماس في قطاع غزه عايشين في بدخ، يعني
المواطن الامريكي ما مش عايش زي المواطن الاسرائيلي، ما عايش زي حياتهم، او خلينا نقول القياده الامريكيه مش عايش زيه. يعني عندهم من كثر سرقتهم للاموال مثلا، اعطيك نبذه عن القياده في حماس كيف عايش. قياده في حماس عنده فيلا يعني حقها بيصل الى 400 ألف دولار القيادة في حماس فيلا بتصل إلى 400 ألف دولار والشعب عايش مثلا فقير ومش لاقي ياكل. بالإضافة عنده أكثر من مثلا، عنده بكون له سيارتين ومرات ثلاث سيارات. 3 سيارات وسيارتين. بذكر في بذكر أيام مرة كان في واحد قريب منا، مش حذكر اسمه، مش حذكر اسم القيادي عشان إنه بسبب الحرب والأوضاع اللي بتصير، وحتى ما توضح لحد، خلينا نقول المكان في قطاع غزة. ولكن أحد القيادات أجى على قطعة أرض قريبة منا، قال إنه قد إيه حق قطعة الأرض هان؟ فالوالد قال له قطعة الأرض هان غالية، حقها 200 ألف دولار للدنم، الدنم اللي هو 1000 متر مربع، حتى لو مليون بشتريها. يعني نهب وسرقة وامتلاكات، ويعني شيء صعب جدا. يعني فعلا حماس هي المدمر الحقيقي للقضية الفلسطينية، هي المدمر الحقيقي لقطاع غزة، حماس هي المغتصب الحقيقي للأراضي بتاع غزة وليس إسرائيل. كل ما فعلته حماس للأسف إن هي تعتدي على ناس عزل يوم 7 أكتوبر، وناس بيحتفلوا بعيد، وزي ما قال الأخ خالد الناس اللي دخلوا عليهم ناس مزارعين، ناس بسطة، وتقتلهم تحت مسمى انتصار. دي كلها يا جماعة مخططات حماس، غرضها توليع الأرض، وغرضها إشعال نيران، وغرضها إن يكون بتعمل باستمرار لصالح إيران. أستأذنك في فيديو تاني وأسمع تعليق منك. أنا بوجه رسالتي إلى حكومة حماس، حسبي الله عليك، والله الله يبقى في النار، حسبي الله عليك، دمرتنا يا محمد. يعني محمد هجرنا من غزة على خانونس، اسم الخانونس على رفح، سرقنا احنا واهلنا واولادنا ونسواننا، سلم هلا. مراسل قناة الجزيرة استضاف واحد، والواحد طلع اتكلم عن حماس، وطبعا الصفاره دي معناها ان فيها كم من الشتائم وكم من الالفاظ الصعبه ضد قاده حماس. طبعا مراسل قناه الجزيره كان بيحاول يقطع عليه الصوت وبيحاول ان هو يوقفه. ده يعني النهارده في اصوات كتيره جدا، مش ده الفيديو الوحيد، لكن في فيديو تاني برضو لنشوف السيده الكبيره بتقول ايه عن حماس. انا اروح للنفس اللي بيعمل الرز، اشحت شويه رز للولد الصغير نفسه بالشم زي عند ضيف، بقول له طب اديه حبه بس للولد، ما قبل يديني ولا يدي الولد. احنا جايين من غزه وكل الدعم بيجي لنا، انا بحكي ما بخافش منهم، انا بحكي لهم كمان، انا كل الدعم بيجي لقطاع غزه. يا حاج كتير كتير بيوصل، اللي بيوصل إشي قليل وبيتوزع، هيك بيحكوا كله للبيوت إلهم، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه. حماس حجة احنا الان يبدو ان الامور شوي فيها نوع من الغموض. تعال تعال تعال، ان شاء الله ان شاء الله بيوصل هذا الصوت. بنفس الطريقه مذيع الجزيره حاول يقطع على السيده لما اتكلمت عن حماس، وان هم بياخدوا كل الدعم، بياخدوا كل شيء، حتى الرز متحكمين فيه، مش راضيين يدوا لها شويه رز بسيطه. المذيع حاول طبعا ان هو يعني ينصف الأمور، لكن هو ده اللي بتعمله حماس في قطاع غزة. ناخد فيديو تاني وبعد كده نرجع نستكمل مع أخونا خالد. بتوجه رسالتي إلى حكومة حماس، حسبي الله عليهم. إحنا مية مش ملاقيين، إحنا مية مش ملاقيين يا سنوار، إذا كنت تسمعنا. ما بنشوف الا الطوليس بتنزل على الطاولة.
عليك الى الله يا حماس. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلها صرخات من داخل قطاع غزة، كلها دعوات على حماس، كلها يعني مطالبات بوقف الحرب، كلها شجب لما تفعله حماس من أهل غزة تجاه أهل غزة. مش عارف يعني مغامرة عملتها حماس، عمل إرهابي عملته حماس، يعني مش عارف. يعني أنا بفكر بينكم معاكم ومع الاخ خالد، هو شاب من غزه، مش عارف يعني عقولهم كانت فين لما عملوا كده. هم كانوا مفكرين ان ينزلوا على ناس عزل يقتلوهم ويختطفوا حوالي بنات واولاد واطفال وبنات صغيرين ويختطفوهم، والناس تطلع تحتفل وخلاص الدنيا، العالم هيسقف لهم والعالم الاسلامي هيقول عليهم برافو انتوا عملتوا شيء عظيم جدا. ما كانوش حاسبين الحسبه، ما كانوش بيفكروا في تبعيات الخطوات اللي عملوها، ما كانوش بيفكروا الرد الفعل هيكون ازاي، ما كانوش بيفكروا في الاطفال وفي النساء وفي الستات الكبيره وفي البيوت بتاعتهم، في المدارس، في طلبه المدارس، ما كانوش بيفكروا في اي حاجه خالص. ايه يعني ايه الحماقه والمتاسف في التعبير والغباء اللي سيطر على عقولهم هم بيعملوا الامر ده وطالعين عشان يظهروا للناس ان هم ابطال على حساب شعبهم، على حساب أطفالهم، على حساب نسائهم، على حساب بلدهم. يعني أخ خالد قدام الفيديوهات اللي أنت سمعتها كلمة تقول إيه؟ يعني إيه الرسالة اللي توجهها؟ يعني صور ومشاهد يدمن على القلب طبعا، يعني تبكي العين دما لما نشوف المشاهد هذه حتى من النكبة. يعني هذا يعني المشاهد اللي شفناها، يعني تخطط حماس بما فعلته بالحرب اللي ارتكبتها في طوفان الاقصى الذي بدعون الى اسمها طوفان الاقصى، نكبه اخرى للشعب الفلسطيني، وهي أسوأ من النكبه اللي حصلت في 48. يعني ترى حماس نكبه اكبر على الشعب الفلسطيني من 48؟ يعني حماس لو نشوف الارقام في النكبة في عام 1948 قتل او استشهد 15,000 فلسطيني. نعم. حاليا الارقام تتجه الى اكثر من 20,000. نكبة في 1948. يا اخ خالد، ده دي في العملية الأخيرة، ده بخلاف 2014، بخلاف 2012، بخلاف يعني مغامرات لحماس سابقة وكان بيروح فيها مئات. طبعا احنا بنحكي بس على اخر حرب، على في اخر حاجة. في 48 تم تهجير 700 او الارقام تشير الى 700 و800 الف فلسطيني. حاليا تم تهجير اكثر من 1,400,000 او 500 الف فلسطيني. فانا كمواطن فلسطيني من قطاع غزه وكطالب مبتعث، وممكن يعني لو تحسن الوضع ان شاء الله في قطاع غزه سارجع الى غزه، فمن حقي اني اسال حماس ليش عندك هذا الشيء؟ فكانت هذه التساؤلات في بالي من اول الحرب. فانا بصراحه حمل هذه مسؤولية الحرب إلى حماس وإلى الطرف الآخر وهو الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي من 2019 وهو يدعم حركة حماس ب 30 إلى 50 مليون دولار كل شهر. يعني في تعاون مالي ما بين إسرائيل وحماس؟ هذا كان طلب إسرائيلي من قطر، أرسل قطر يوسف كوهين ورئيس الأركان في تلك الفترة إلى قطر لإرسال أموال، لإرسال حقائب الأموال إلى حماس التي تصل إلى من 30 إلى 50 مليون دولار شهريا. كان يروح منها حوالي 5-6 مليون أو 4 إلى 6 مليون دولار إلى الشعب الفلسطيني، والباقي يذهب إلى قيادة حماس. الأموال هاي
او يعني نتنياهو انت تخيل نتنياهو يقنع قطر بارسال حقائب الاموال الى حماس. أمور صعبة جدا يا أخي خالد، يعني أنا يعني بنشد على إيدك وبشكرك جدا لأجل المعلومات الثمينة وأفكارك وإنسانيتك ولأجل حرصك على بلدك ولأجل كشف الحقائق الكتير اللي أنت تكلمت بيها عن حماس وعن قادة حماس وعن إسماعيل هنية. أنا بصلي إن ربنا يحميك وبصلي إن ربنا يحفظك، بصلي إن رب ينهي هذه الحرب اللي فيها دمار وخراب. مش عارفين الأمور واصلة لفين، لكن دعواتنا وصلواتنا وقلوبنا مرفوع إلى الرب أنه قادر أنه ينهي هذه الحرب. في الأخير احنا بنحترمك أخ خالد، وسعدت بلقائك على شاشة قناة الكرمة، وبشكرك لأجل جرأتك ولأجل حرصك في كشف الحقائق وأنك كنت تضيف معانا. هيبقى فيه تواصل بيننا باستمرار، احنا اعتبرنا إخوة ليك وبنعلن عن محبتنا ليك. ورسالة أخيرة، بعلن عن محبة المسيح الشخصية لك. المسيح بيحبك، المسيح يعطيك استنارة ويقودك للخلاص ويقودك لمعرفة الله معرفة حقيقية. لو عندك جملة أخيرة قبل ما أقفل مع حضرتك، اتفضل. جملة أخيرة، إسرائيل وحماس تتحمل إسرائيل أدت ما فعلته حماس في 7 أكتوبر كذريعة عمل إبادة الارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. أتمنى زوال هذا الاحتلال، وأتمنى زوال حماس كما أتمنى زوال هذا الاحتلال. المسجد الشهداء والخزي والعار لكل الخونة والمتآمرين على الفلسطينيين. ربنا يرحم قطاع غزة من حماس، وربنا ينقذ قطاع غزة من حماس، وربنا ينقذ الغزاويين من حماس. ربنا يحفظكم. شكرا جدا ضيفي الكريم المهندس خالد شومان، أنا بشكرك جدا 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 جدا. نتابع حلقتنا، بشكرك جدا أخ خالد. عارف إن معايا تليفونات، هعرض فيديو وبعد كده هطرح بعض الأفكار وآخد التليفونات اللي موجودة. شر حماس، شر هي الشر بعينه الذي جلبت السفك والهدم على رؤوس إخواننا هي حماس وما تفرع عنها. هيجتم اليهود، هيجتم أعداء الله، هم يريدون يقابل هذا الاستعداء، استعديتوهم علينا. هذا طيش يقول أنت الناس المسجد، أنتم ما في المسجد، ما ذكر لنا هل في المسجد الأقصى أصنام؟ سمعتم بأصنام داخل المسجد؟ ما سمعنا. القدرة من ضوابط الجهاد، وأنتم مش عندكم، حتى أنكم تسمونها أنتم رشقات. ثم ذبحتم، يعني قتلتم 100 يهودي وما النتيجة. هذه الأفعال شنيعة وخاطئة ومخالفة لمقتضيات الشريعة ولأصول الشريعة ولقواعد الحرب ولأصول الحرب. عدوكم له ردء ومناصر وقوة ودول عظمى، وأنتم معكم دول ضعيفة. يقول إن حماس شر، شيوخ المسلمين يعترفون إن حماس شر وأفعال حماس شر، دمرت الشعب الفلسطيني زي ما سمعنا من الأخ خالد. لكن سؤالي اللي بطرحه لإخواتي المسلمين وللجميع، في مقولة أو فيديو لبعض قادة حماس، وفي صورة هعرضها لبعض قادة حماس بيقولوا أنه الحرب بتاعتهم هي حرب في الأساس حرب يعني إسلامية، وحرب بينفذوا من خلالها نبوة نبي الإسلام، وكانوا يعتقدوا وكانوا يتوقعون أن الشجر والحجر يكلم ويخبرهم عن اليهودي المختبئ خلف الشجر والحجر. سؤالي بقى لإخواتنا المسلمين اللي بيشاهدونا، لماذا لم تتم نبوءة نبي الإسلام؟ ولماذا لم يتكلم الحجر؟ ولماذا لم تتكلم الأشجار لتخبر مجاهدي حماس باليهود المختبئين؟ سؤال تاني، من هو المختبئ الآن؟ اليهود أم مجاهدي حماس؟ من هو المختبئ جوه الأنفاق وجوه الحفر؟ من هو المتلثم والملثم الآن والمختبئ خلف الأقمشة؟ اليهود أم مجاهدي حماس؟ كتائب القسام اللي تابعة لحماس كاتبة بتقول كده: يجب على كل مسلم أن يفتخر برؤية هذه المشاهد
قطع الرؤوس يعني، وأن يربي أبناء وأحفاده على هذه المنهج، مفروض هذه المناهج أو هذا المنهج، وأن يجعل هذه الصورة جداريات لمنزله، يعني يطبعوها على المنازل. فوالله، ثم والله، ده كتاب قسام، إنها لحرب بين الإسلام والصليب والصهيونية. إيش دخل الصليب؟ عايزين يحشروا المسيحية والصليب في أي حاجة. ده يعني عداوة وكراهية وحقد ورغبة في عداوة الناس كلها، ورغبة في قتل الناس كلها، ورغبة في الانتقام من إيش دخل الصليب هنا؟ يقول لك نقل حرب بين الإسلام. طب ما احنا سمعنا من مواطن غزاوي انه مش بيعترف بيك اصلا، ولا بيعترف انك بتدافع عن الاسلام، وبيعتبرك حركه ارهابيه. يعني يقول لك انها لحرب بين الاسلام والصليب والصهيونيه، وليست المساله فقط غزه او حماس، الحقوق تنتزع انتزاعا، انه لجهاد نصر او استشهاد. هي دي حركه حماس يا جماعه، هي دي حركه حماس، وهي دي المنظمات الاسلاميه. هطرح سؤالين، سؤالي اللي ما زلت بطرحه على اخواتنا المسلمين. لماذا لم تتم نبوءة نبي الاسلام وتكلم الحجر والشجر ليخبر عن اليهودي المختبئ خلفه؟ ولماذا نرى الآية معكوسة وان المختبئين في الحفر والانفاق هم جنود ومجاهدي حماس وليس اليهود؟ اتمنى اسمع الاجابة. معانا الاخ محمد محمود من قنا من مصر، اتمنى اسمع الاجابه. اتفضل حضرتك على الهواء. الو، الصوت بعيد يا جماعه لو تعالوا. الو، ايوه حضرتك على الهواء، اتفضل. انا عاوز اذكرك انت استاذ اندرو، ما ذكرتش اي خطا او اي جريمه ارتكبتها اسرائيل او اليهود. انت فاكر دير ياسين؟ فاكر صبره وشتيله في فلسطين في لبنان؟ فاكر عام 48 و56؟ فاكر ده كله؟ طيب هل انت عندك الجرأه؟ اسمعني بقى، اسمعني انت كلامي، هل عندك الجرأه زي وبعدين الضيف اللي انت مستضيفه، هل هو متخصص في الشؤون الفلسطينيه؟ ده شاب من غزه ودارس سياسه وعلم. هل هو متخصص ولا انت جايبه بيتكلم؟ انت صبره وشتيله دول مين اللي قتلهم في لبنان 48 التهجير 67 على مصر وقت بولفو؟ لما تخلص كلامك يا اخي محمد قول لي خلصت كلامك عشان ارد. أيوة. عليك، عشان انت بتفضل تشتكي ان احنا بنقطع عليك ومش عارف ايه. قتل الاطفال حاليا اتكلمت فيها، اتكلمت في الحتت دي. تهجير 400,000، تهجير اللي بتقول حماس هجرت 400,000، وديتهم فين؟ هربوا من بطش حماس. ده انت تعرف اكتر منه، ده مواطن من غزه وانت داخل تدافع وخلاص. اسمعني بقى ستوب. ومين قال لك انه من غزه؟ انت بتجيب لنا واحد وتقول ده من غزه. احنا مش بنمثل ولا بندعي هو ولا بتمثل. لا تعتقد اخي محمد، ستوب عليك. لا تعتقد ان عقيدتك تدعوك. انا عاوزك تجاوبنا على الاسئله. هجاوبك على كل الاسئله، هجاوبك على كل حاجه. ما تكررش الكلام، هجاوبك على كل حاجه. اولا يا اخي محمد، لا تعتقد ان عندنا سماح بالكذب في ثلاث حالات زيك. شريعتنا المسيحيه لا تبح لنا بالكذب ولا تشرع لنا بالكذب كما تفعل شريعتك الاسلاميه، وكما فعل نبي الاسلام عندما حلل لكم الكذب في ثلاث، من ضمنها الحرب، وانت ترى نفسك في حاله حرب مع كل المخالفين فتبيح لنفسك الكذب. فبالهذا لأنك تبيح لنفسك الكذب تعتقد أن كل الناس بتكذب زيك. لا، الشاب من غزة، أقول لك تاني، الشاب من غزة وقال اسمه خالد شومان، وتقدر تدور عليه وتبحث عليه وتوصل ليه وتسأله أنت من غزة ولا لا. مش بنعمل تمثيليات زيكم، مش بنعمل تمثيليات زيكم. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتقول لي 48 و56 و67 ومش عارف مدرسة ايه ودير ايه. اوكي، هقول لك جرائم. هل عندك القدرة بقى ان تعمل زي وتقول ده جرائم ودي جرائم؟ هل عندك القدرة تقول اللي بتفعله حماس جرائم زي ما بتقول اسرائيل جرائم وزي ما احنا بنقول؟ هل عندك القدرة؟ لكن انت دايما عايز تبص من منظور واحد. رقم ثلاثة، هل عندك القدرة
اللي النهارده بتدين اسرائيل وبتقول اسرائيل فعلت في 48 و69 ومش عارف ودير ايه ومدرسه ايه وكل الكلام اللي انت بتقول، هل عندك القدره انك تدين ما فعله نبيك في يهوذ بني قريظه وقتل كل الرجال واستثنى كل من انبت شعره واخذ الاطفال والنساء طائفه من اليهود مسخهم الله؟ وفي نبي بيقول كده، معرفش الاخ محمد موجود معانا ولا لا، معانا البسطجي، اهلا بيك اتفضل. البث على الفيسبوك وقف كذا مره ووقف دلوقتي، ما اعرفش ايه السبب. اخواتنا لو يقدروا يشوفوا الامر ده اتفضل اتفضل. طيب. انا وان ليه الرسول المعجزه ما بيقولش ما بتتحققش انه الحجر والشجر يقولوا في وراء يهودي؟ انا اتحدى، انا بعد دراستي للاسلام السنين دي كلها اتحدى لو في معجزه واحده عليها شهود او في نبوءه واحده ما تنبأ القران او 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 الاحاديث، لو في معجزه واحده عليها شهود او في نبوءه واحده ما تنبأش احد بها قبله، ما فيش ولا واحده اندرو ولا واحده. خلي بالك مظبوط كلامك يعني صحيح. حتى انا كنت زمان بقول لو في سبع نبوءات او سبع معجزات، دلوقتي بقول ولا واحده، ما فيش ولا واحده للاسف. ده كلامك مظبوط. دي حقائق واضحه جدا جدا. هتيجي تبص تلاقي ناس طالعه بتتكلم وبتدافع وهم مش فاهمين. يعني اخواتنا في فلسطين، حماس بتكره المسلمين اكتر ما بتكره اليهود. ما ده اللي قاله الاخ خالد. المسلمين لو انت تابعت الاخ خالد ده اللي قاله بالظبط. بالظبط، حماس بتكره المسلمين اكتر ما بتكره اليهود، مش 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 ومش لان حماس هي فرع من الاخوان المسلمين، هي فرع بالزبط. من السلفيين، السلفيين كلهم ما لهمش الا منطق بتاعهم بس، ما لهمش الا هم بس، هم وعشيرتهم بس، لكن هم بيكرهوا بقيه كل المسلمين للاسف. بشكرك يا اخ اندرو، وربنا شكرا يبارك جدا. وبارك ربنا يبارك عملك وبارك البرنامج. شكرا جدا. معانا الاخ عادل، اهلا بيك اخ عادل. اهلا بيك اخ عادل اتفضل. اهلا بحضرتك، ازيك يا اخ اندرو؟ ربي يبارك حبيبي، اهلا بيك اتفضل. انا المفارقه ما قلتهاش، كانت ناقص جزء خلصتها مره تانية، انما الوقت هتكلم في فلسطين. اتفضل. كل الشعب الاسلامي بيقول لك هو اللي اداهم الارض. اللي بعرفهم الإسرائيليين أو اليهود زي ما بيقولوا كانوا عايشين في الأرض وبعدين خلفوا الرب وابتدوا يعبدوا أوثان، فجاب عليهم الـ يعني الـ إنه يعاقبهم، جاب العقاب عليهم. والحكاية دي أنا هقولها الوقت فأرمير، أنا هقول بس شواهد واللي عايز يراجع ورايا يبقى يجيبها من على اليوتيوب ويقرأ كل اللي أنا هقوله. أرمية 24-6 وأرجعهم إلى هذه الأرض أرمية 29-14 وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها يقول الرب وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. معروف أن نبوخذ نصر خدهم وسباهم في العراق وبلاد تانية. أرمية 30-3
لأنه ها أيام تأتي يقول الرب وأرد سبي شعب إسرائيل ويهوذا يقول الرب وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت أباءهم إياها فيمتلكونها. أرمية 30:18 هأنذا أرد، هأنذا يقول الرب أرد سبي خيام يعقوب وأرحم مساكنه وتبنى المدينة على تلها وأعاقب كل مضايقيهم. أمين. أرمية 32:36 والآن لذلك يقول الرب إله إسرائيل عن هذه المدينة دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء وها أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين ويكونوا لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. شكرا أستاذ عادل. عشان الوقت بس قدامنا 6 دقايق وفي تليفونات كتيرة جدا، ربنا يباركك على مشاركتك وعارف انه انت يعني بتقول حقائق كتابية مهمة جدا، انا بشكرك. معانا الاستاذ مجدي من استراليا، اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. ازيك يا اخ اندرو، ازي صحتك؟ الرب يبارك. الحقيقة يعني انا واي انسان له قلب بشري يئن ويدمى قلبه من سقوط الأطفال والنساء والناس الأبرياء اللي موجودين في غزة ضحايا هذه الحرب الشرسة. كلنا متأثرين جدا بتلك الحرب الضروس، لكن الله يسامح من كان السبب من قادة حماس اللي موجودين في قطر وزجوا بالأبرياء الموجودين في غزة. صحيح. الحقيقة الذي يلامهم قادة حماس اللي بيعملوا بيزنس كبير قوي 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 من تلك الحروب وتلك التي لا ناقة لهم ولا جمل الغلبة بتوع غزة. نصلي إلى الله، نصلي إلى الله القدير العلي أن تتوقف، أن يتوقف نزيف الدماء وتتوقف هذه الحرب في أقرب فرصة ممكنة. الحقيقة لازم يعني بنطلب من ربنا أن يفتح عيون إخواتنا المسلمين المتشنجين اللي هم بيلقوا باللوم على إسرائيل لكن ما بيلقوش اللوم على قادة حماس اللي جمعوا المليارات من تلك الأزمة اللي بتسببوا سبوبة بتاعة حرب مع إسرائيل، جنوا ثروات طائلة. صحيح. من تلك الـ 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 الأزمة وتلك الحرب. صحيح. نصلي إلى الله أن يفتح عيونهم ويعرفون الحق والحق يحررهم. في كتير من إخواتنا المسلمين أصوات بتقول كلمة الحق ومع ذلك بيتشتموا ويتهانوا ويتصفوا بالخونة ويتصفوا بالنزالة وكل الصفات الموبوءة، والرئيس السيسي برضو بيوصف بالخيانة والعمالة. يعني أي إيد بتقدم لهم المعونة وتقدم لهم العون والمساعدة تتهم بالعمالة والخيانة، وده بيفقد رصيدهم من الحب والاحترام والتعظيم. نصلي على الله أن تنتهي هذه الحرب في أقرب فرصة وأن يفتح عيون إخوتنا المسلمين المتشنجين اللي بيلقوا باللوم مش على قادة حماس اللي عايشين في قطر ولكن على الغلابة اللي موجودين وعلى الإسرائيليين. ربنا يبارك. أشكرك يا أخ أندرو. شكرا جدا أستاذ مجدي، ربنا يباركك، أشكرك جدا، كلمات قوية جدا. معنا الأخ نصر من لندن، أهلا بك أخ نصر، سلام المسيح. سلام المسيح أخويا الفاضل، أنا هختصر الموضوع بسرعة. اتفضل. ربنا يبارك. الموضوع بسيط، الدين الإسلامي يسمح بالمتاجرة بيه، ودول اساسا تجار دين. وايه هو تعريف تاجر الدين؟ فضل. عبد بيتحدث عن الحريه، نص بيتحدث عن الامانه، مخادع بيتحدث عن التقوى، اكل بيتحدث عن حقن الدماء، طائفي يتحدث عن الوطنيه، سفيه يتحدث عن الاخلاق، ظالم بيتحدث عن العداله، عنصري يتحدث عن المساواه، متخلف يتحدث عن التحضر.
همجي يتحدث عن القانون، فاسد يتحدث عن الإصلاح، وكذاب يتحدث عن المصداقية. والرب يبارككم. شكرا ده جدا. تعريف تعريف التركيب اللي هم شغالين عليها، والدين الإسلامي بيسمح بأن هم أرض خصبة لكل اللي أنا قلته ده، يجعل من العبد الكل اللي أنا قلته ده. شكرا. ربنا يبارك حي. شكرا، وصفت وصف دقيق. معنا الأخ عبد المسيح. أهلا بك أخ عبد المسيح، ربنا يباركك. حكى على الهواء. سلام المسيح يا أخ أندرو، تحياتي ليك. ربي يبارك حبيبي. تعيش. أنا بس عاوز أقول يعني يا ريت إخواتنا المسلمين يتأملوا بكل نبوات النبي الإسلام من ناحية الحجر والشجر. هل كل الحجر والشجر متآمر برضو وكذاب والكلام ده كله؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، طب من ناحية الطب النبوي وبول البعير وأكل الدبان والكلام ده كله، مفيش حاجة نفعتنا؟ مفيش نبوة صادقة أبدا؟ ما يا رب يفتح عينيكوا وتعرفوا أنه ده نبي كذاب، نبي كذاب، وهيوديكوا جهنم وهو نفسه مش عارف أخرته فين. وشكرا وتحياتي ليك. ربنا يباركك. أنا قصدت أن يكون الصوت صوت فلسطيني، وقصدت أن يكون الصوت داخل من داخل قطاع غزة، وقصدت أن يكون الصوت أيضا مسلم يشهد أن المسبب للخراب اللي احنا شايفينه هي حماس. حماس هي من قتلت، وهي المتسبب في قتل كل طفل موجود جوه فلسطين. حماس هي من قتلت الأبرياء المزارعين، الأبرياء اللي كان بيحتفلوا بعيد يهودي. حماس لا يهمها أي شيء. حماس لا يهمها قضية فلسطينية، ولا يهمها فلسطين، ولا يهمها أهل غزة، ولا يهمها أطفال، ولا يهمها نساء، ولا يهمها إلا المتجرة بالدين زي ما قال الأخ نصر، وزي ما اتكلم باستفاضة الأخ خالد. قصدت أن يكون الفكرة واضحة قدام كل المسلمين بصوت إسلامي، عشان ما حدش يقول إحنا بنتكلم بأجندة وإحنا بنفكر وإحنا منحازين. لا، إحنا بنتكلم بالحق. قصدت أنه صاحب الصوت يتكلم من معاناة هو عاشها، معاناة حقيقية هو عاشها، ومعاناة بيعيشها أهله وبيعيشها أقاربه، بتعيشها عائلته وبيعيشها موطنه قطاع غزة. حماس اختطفت غزة، حماس ذراع إرهابي، حماس جماعة مسلحة إرهابية، حماس ذراع إيراني، حماس ذراع إخوان مسلمين. لا يهمهم الأوطان ولا تهمهم الشعوب، وزي ما قال الأخ خالد، البشر بالنسبة لحماس وجماعة الإخوان المسلمين ما قال إلا أرقام، أرقام بس. يستخدموهم وقت ما يعوزوا، يستخدموا مشاهد معينة وقت ما يعوزوا، يستخدموا صور أطفال وقت ما يعوزوا، لكن لا حماس يهمها أطفال ولا يهمها نساء، لا يهمها تعليم ولا يهمها مستشفيات ولا يهمها أرض ولا يهمها أي حاجة خالص. يهمها دايما مصلحتها الشخصية وجمع الأموال وسرقة الأموال وسرقة المساعدات وسرقة المعونات. حماس يهمها أنها تفضل متصدرة في المشهد. حماس لا يهمها إلا قادة حماس، لا يهمها. آخر شيء في تفكير حماس هي الأطفال والنساء والصبيان والعزل والناس الكبيرة. بنصلي لأجل السلام، لكن أنا عارف وهفضل أقولها باستمرار، لا سلام إلا في شخص الرب يسوع المسيح. ستستمر البشرية في أنينها، في آلامها، في أوجاعها، في صراعاتها، في حروبها، في خصوماتها، في تقاتلهم بينهم وبين بينهم وبين بعض، إلا عندما يمتلئ القلب البشري وتمتلئ النفس البشرية من سكن الرب يسوع المسيح. حينئذ يتحول الشخص من شخص قاتل يكره يبغض إلى شخص مسالم يتمتع بسلام مع الله ويرغب في سلام مع الجميع. على أن نلتقي بنعمة الرب الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر.